توفيت البطلة المظلية مليكة الأحمر عضو الفريق النسوي للقفز المظلي باللواء الأول للمشاة للمظللين التابع للقوات المسلحة الملكية أمس الأربعاء. ولقيت المظلية المغربية المنحدرة من مدينة تبليت حذفها أثناء قيامها بتدريب استعدادية للمشاركة بإحدى المنافسات الدولية وفق ما أكدته مصادر مطلعة. وكانت البطلة الراحلة قد حققت عدة إنجازات وفازت بالعديد من البطولات، أهمها الحصول على الميدالية الذهبية لبطولة العالم العسكرية لعام 2019 التي أقيمت في الصين، والتحقت الأحمر بسلك المظلين التابع للقوات المسلحة الملكية عام 2009، وبعد القيام بالعديد من القفزات حصلت على شهادة المظلي وبعدها على صفة مظلي قافز حر، لتلتحق بالمنتخب الوطني المغربي العسكري النسوي التي حققت معه العديد من الإنجازات، كان أهمها الفوز بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية العسكرية للقفز بالمظلات عام 2019. الله يرحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون.